قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله إخواني أخواتي أبنائي بنياتي في حلقة جديدة من برنامجكم الميسر في التلاوة. مقال التلاوة لهذا اليوم بإذن الله تعالى سورة القصص من الآية 14 إلى الآية 19. سنكتفي فقط إلى الآية 19، ولو يعني اضطررنا آخر الحلقة إلى تقسيم المقرر سنفعل ذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى. تابعوا معنا المقرر وبعد إن شاء الله سنستقبل مشاركاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. نكتفي إلى الآية 19. طيب نأخذ أول مشاركة عندنا علي نصير، تفضل يا شيخ علي. تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ علي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة وعلى حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجد
مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب هذا يترقب فإذا طيب الذي طيب إذا وقفت الشيخ علي عند يترقب تبدأ من يترقب وبعدها تكمل. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. طيب بارك الله فيك، هنا نكتفي، قلنا للآية رقم 19. بارك الله فيك. طيب فاطمة تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. طيب أعد يا فاطمة. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بارك الله فيك يا فاطمة ونفع الله بك. طيب عائشة تفضل يا عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بارك الله فيك يا عائشة ونفع الله بك. طيب علي نايف، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء بارك الله فيك. إلى هنا علي، جزاك الله خير، الله ينفع بك. طيب فرح العيسى من سوريا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بارك الله فيك يا فرح ونفع الله بك. طيب مجد العيسى، تفضل يا مجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو
مضل مبين. قال ربي الصوت يا شيخ مجد ماشي، انقطع الصوت يا شيخ مجد. طيب رقية عبد الله من السعودية، تفضل يا رقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. طيب رقية، القاف تقلقل، يقتتلان، قلقل القاف. يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكذا موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. مشكل في الشبكة يا رقية، إنه رقية في مشكل في الشبكة، صوتي قطع. طيب ننتقل لعبد الرحمن محمد. عبد الرحمن محمد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجل يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. طيب حسبك يا شيخ. فأصبح الصوت يقطع يا شيخ. طيب عبد الله عبد الرحمن من مصر، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس
إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. طيب بارك الله فيك، يلا ما شاء الله عليك، ممتاز يا شيخ. طيب أحمد مصطفى من ليبيا، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها لا أحمد بدون ألف، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش الذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل طيب حس حس حسبك وجاء حسبك حسبك يا أحمد، بارك الله فيك. إلى 19 فقط، جزاك الله خير. طيب نور عصام من ليبيا، تفضل يا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا بسم الله من بداية الوجه من بداية الوجه نور من بداية الوجه. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي
قال ربي إني ظلمت بدون نفسي ياء يا نور. فاغفر لي قال ربي فغفر إني له. ظلمت نفسي، بدون ياء. قال ربي قال إني ظلمت، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين، طيب لغوي حسبك، مبين. بارك الله، بارك الله فيك يا نور ونفع الله بك، جزاك الله خير. طيب محمد لطفي من السعودية، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أعد أكون أعد. قال رب بما أنعمت علي، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. محمد، لو ترجعون صفحة عشان العرض. طيب شوف يا محمد، عندك أنعمت، شوف النون وش الحركة اللي عليها، على سكون صح؟ رأس حاء. تقرأ أنعمت وعلي فلن، يعني أي نون بالطريقة هذه على مثل رأس حاء فهذه حكمها الإظهار قولا واحدا، يعني ما يحتاج تقرأها بإخفاء وبعدها وتعيد مرة ثانية بالإدغام وبعدها، خلاص مباشرة هي إيش حكمها؟ الإظهار. قال ربي بما أنعمت علي فلن، ونفس الشيء بالنسبة للآيات التي بعدها، فلما أن أراد. واضح يا محمد؟ واضح. طيب إذا ما في علامة مثل إيش استنصره، شفت استنصره، ما في خالية من الحركة، ما على حركة، هذه حكمها الإخفاء. واضح؟ واضح. طيب تفضل. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي
مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بارك الله فيك شيخ محمد ونفع الله بك وجزاك الله خير. طيب فريد، فريد ابن من المغرب، تفضل يا فريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الاسم، الاسم يا شيخ الثلاثي فريد ايش؟ فريد بن مداني دادة. فريد بن مداني دادة. نعم. طيب تفضل يا شيخ فريد. اقرأ برواية ورش إن شاء الله. طيب تفضل، لا بأس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا طيب يترقب فإذا فخم الخاء يا شيخ فريد. خائفا. نعم. فخم الخاء. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. طيب حسبك وبارك الله فيك. ما شاء الله تبارك بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ فريد ونفع الله بك. طيب حمزة البوشي من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ولما بلغ أشده حمزة ولما بلغ أشده حمزة حمزة ولما بلغ أشده من بداية الوجه حمزة حمزة تسمعني يا حمزة؟ فخرج. طيب يا حمزة تسمعني ولا لا؟ يأتمرون بك. نعم تسمعني يا شيخ؟ ولما بلغ أشده اقرأ من بداية الوجه. أسمع. الآن ستعرض تعرض الآيات على الشاشة. اقرأ من بداية الوجه. ماشي. أيوة. ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما وكذلك حمزة أتيناه حكما وعلما أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين
غفلة من أهلها. لا، الغين على فتحة، الغين على فتحة، غفلة. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وهكذا موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل طيب. مبين. حمزة، قال حمزة نعم. اسمع. فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. أعد من أعد من فوكزه موسى أعد من فوكزه موسى من هنا. فكذبه موسى فقضى عليه، قال لا هذا لا، من عمل إذا وقفت يا حمزة، الشيطان. حمزة إذا وقفت، اسمع اسمع، ركز معي وتابع من المصحف، وحاول أن تحاكي تلاوتي. طيب أغلق أغلق التلفزيون. طيب ماشي. فوكزه موسى فقضى عليه. فوكزه موسى فقضى عليه، هنا بس قال هذا. بس قال هذا من عمل الشيطان، قال من عمل لا. الشيطان، أنا ليش رجعت يا حمزة، مبين. حمزة أنا ليش رجعتك وبدأت ألقنك؟ لأنك قرأتها هذا نعم من من عمل الشيطان، هي هذا من عمل الشيطان، واضح؟ احنا نقرأ آية بطريقة صحيحة أحسن ما نقرأ المقرر كامل وكله لحون جلية يا حمزة. قال هذا من عمل الشيطان. الشيطان إنه عدو مضل مبين. طيب حسبك حسبك، بارك الله فيك. إذا اتصلت في المرة القادمة اسمعنا من الهاتف وأغلق، اسمعنا من الهاتف وأغلق التلفزيون، خلاص؟ أغلق التلفاز لأن الصوت يتكرر. بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله خير. طيب ننتقل الآن مشاركات عبر الواتساب. إياد عبد الحليم من السعودية، الواتساب ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضي عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. إلهنا حسبك. فوكزه موسى فقضى عليه، مش فقضي عليه، فقضى عليه، لأن لو قلنا فقضي صار الفعل مبني للمجهول، وهي فقضى عليه. طيب إبراهيم القحطاني من السعودية. فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. حسبك الشيخ إبراهيم، لكن انتبه القلقلة فقط، بارك الله فيك في القاف، بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب تسنيم جمال من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال ربي قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. حسبك الأمان تسليم، جزاك الله خير ونفع الله بك. طيب سلسبيل جمال من مصر. مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. طيب إلى هنا سلسبيل أنس. أنس جمال. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسا فاغفر، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. جزاك الله خير، حسبك، بارك الله فيك يا شيخ أنس ونفع الله بك. طيب رحمة من الجزائر. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه.
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. حسبك الله هنا. بارك الله فيك رحمه ونفع الله بك. طيب يوسف من الجزائر يكمل. رحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس وما تريد أن تكون من المصلحين. بارك الله فيك شيخ يوسف، لكن الوقف عند وما تريد هنا وقف قبيح، إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فيعني كأن جمعت بين أنه يريد أن يكون جبارا في الأرض ولا يريد. بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله خير على هذه التلاوة الجميلة المحببة. بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب إلياس خالد. بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. طيب إلى هنا جزاك الله خير شيخ الياس، افتقدناك في الزوم لكن يعني ما شاء الله تبارك الله تشارك في الواتساب. بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله خير وجزا الله جميع المشاركين. طيب الهميم قنديل من السودان. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه
قال له موسى إنك لغوي لا هنا مبين. حسبك. طيب يترقب الراء يا شيخ الهميم، الراء مفخمة، يترى را يترقب. وكذلك عندنا النون ساكنة إذا بعدها الصاد، صاد من حروف الإخفاء الحقيقي، استنصره استنصره، فعندنا الراء مفخمة لأنها مفتوحة. وكذلك استنصر عندنا نون ساكنة وبعدها الصاد، والصاد من حروف الإخفاء الحقيقي. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نعتذر للإخوة والأخوات والأبناء والبنيات الذين لم يسعفنا وقت البرنامج لعرض تلاواتهم. مقرر التلاوة الحلقة القادمة لله تعالى، لازلنا في سورة القصص من الآية 20 إلى الآية 25. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالقرآن يرلي الناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل